يا صباح الخيرات، بسم الله مكملين مع بعض رحلتنا، رحلة التأملات في كتاب الله. خلصنا الفاتحة وتعالوا نكمل مع بعض، نبدأ أول سورة في القرآن بعد الفاتحة وهي سورة البقرة. قبل ما أتكلم مع حضراتكم عن أقوال العلماء في التفسير ومعاني الكلمات، حابب أتوقف شوية مع ليه ربنا بدأ القرآن بالسورة دي. مبدئيا سورة البقرة سورة مدنية، يعني نزلت على سيدنا رسول الله في العهد المدني. تعرف سيدنا النبي عنده فترتين في حياته، الفترة المكية كان في مكة قبل الهجرة 13 سنة، نزل عليه فيها قرآن أغلبها آيات قصيرة بتتكلم عن ربنا وعن التوحيد وعن الآخرة وعن أهم أخلاق ربنا يحب يشوفها في تصرفاتنا. ثم العهد المدني آخر 10 سنين في حياة سيدنا النبي بعد الهجرة، ونزل عليه فيها صور فيها نفس ما كان في العهد المكي بالإضافة للتشريع، افعل ولا تفعل، أركان الإسلام، أهم الأوامر والنواهي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيها المسلمين. سورة البقرة نزلت على النبي في المدينة. الغريب أن سورة البقرة فيها أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، والنبي اللي قال عليها أعظم آية في القرآن، ومع ذلك لم تسمى بسورة الكرسي. والأغرب أن سورة البقرة فيها آخر آية نزلت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، نزلت على النبي يوم الحج 10 ذي الحجة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ب 82 يوم، ولم تسمى السورة بسورة الرجوع إلى الله مثلا، إنما سميت بقصة حصلت مع بني إسرائيل. ليه؟ لأن سورة البقرة في مطلع القرآن، في مطلع قراءة البشر لآخر رسالة من ربنا للخلق، ربنا حكى فيها جنب التشريعات اللي فيها قصص كتير للأمة السابقة اللي سبقت أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة المستبدلة، الأمة اللي عاشت مئات السنين ونزل فيهم أغلب أنبياء الأرض، لكن بسبب سوء أخلاقهم مع نفسهم ومع أنبيائهم ومع الله استبدلهم ربنا ولم يشرفهم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن القصص اللي فيها خلق سيء جدا من بني إسرائيل مع نبيهم ومع الله قصة البقرة، وهنوصل لها أحكي لك بالتفصيل. فسميت وكأنه تحذير من ربنا بحب ورحمة لهذه الأمة، لو عايزين تمشوا في طريق الهداية حاولوا تتجنبوا أخلاق بني إسرائيل الأمة المستبدلة. سورة البقرة لها قيمة مختلفة في قلوب المؤمنين، وسيدنا النبي وصاهم بكده وقال أن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. بطلة يعني السحرة. اللي عنده سورة البقرة في حياته قراءة أو حفظ، في بركة في حياته مختلفة، وجرب وانت مصدق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. واللي ملوش علاقة بسورة البقرة خسران كتير. واللي بيخاف من السحر جدا وعامل للموضوع ده هيبة قوي، يقرأ سورة البقرة باستمرار هيخش في حصن الله الحصين وينسى موضوع السحر ده. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يفر أو ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، كأنه عارف صلى الله عليه وسلم إن إحنا هيجي لنا أزمنة صعب كل يوم تقرأ أنت 49 صفحة سورة البقرة، فقال لك تقرأ، قرأتها أنت، حد فاضي قرأها، شغلتها في الكاسيت في البيت، المهم أنها تقرأ في جنبات البيت ينفر الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ البقرة في بيته في يومه أو ليلته خرج الشيطان من بيته 3 ليالي أو 3 ليالي. فشوف الشيطان بما يحمل من أفكار سلبية ومخاوف وأحزان بتقضي على العشرة الجميلة اللي في البيت. حاول أن يكون لك علاقة بالصورة دي وانت تشوف بركتها في بيتك. يلا مع بعض بسم الله نبدأ في أول آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم حروف مقطعة بدأت بيها صور مختلفة، ألف لام ميم قاف صاد ألف لام راء حاميم ياسين، وقالوا أن الحروف المقطعة دي تقريبا لها 6 أقوال في تفسيرها عند العلماء، جمعهم ابن الجوزي في كتاب التفسير بتاعه اسمه زاد المسير. من أول ما قال إنها سر محدش يعرف، العلماء قالوا كده محدش يعرف إيه معنى الحروف المقطعة. بعضهم قال إن دي اختصارات لبعض أسماء الله الحسنى، زي إن ألف معناها الرحمن واللام معناها الله وهكذا. لكن أقرب تفسير هو قول سيدنا أبو بكر الصديق، إن بيقول إن الحروف المقطعة دي
العرب زمان كانوا بيفتخروا جدا بقوتهم في اللغة العربية وقدرتهم على صياغة الكلام اللي فيه شعر واللي فيه بلاغة، فربنا قال لهم أدي المادة الخام للغة العربية الحروف، وروني بقى هتعرفوا تجيبوا قرآن معجز قوي مؤثر بلاغي زي ده ولا لا. عشان كده ما تستغربش انك انت تلاقي دايما ان بعد الحروف المقطعة يجي ذكر القرآن، فألف لام ميم ذلك الكتاب، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، قاف والقرآن المجيد، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فتلاقي دايما بعد الحروف المقطعة كلام عن كلام كتاب ربنا، ألف لام ميم ذلك الكتاب. ليه ما قالش هذا؟ قال لك لأن ذلك إشارة للبعيد تفيد التعظيم، وقال لك ذلك الكتاب لا ريب. عارف لما واحد يعمل موقف جاب فيه آخر الجدعنة، فتقول هي دي الجدعنة بجد، هي دي الرجولة بجد. فالناس عندها كتب كتير من أول بداية الحضارات، فربنا يقول لك ده بقى الكتاب بجد اللي اطمن ليه قوي ما تشكش. لو عايز توصل لكل ما ينفعك بص في الكتاب ده، كلام ربنا اللي يعرفك ويعرف مستقبلك ويعرف دواخل نفسك أكتر منك، ألا يعلم من خلق. فبيقول له ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مش انت قلت من شوية في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فجي القرآن كله استجابة لدعوتك، اتفضل ادي الهداية فيه هدى. والهداية هي الدلالة على ما ينفعك برفق ومحبة، لان انا لو غصبتك على اللي ينفعك اسمه القصر والاجبار، لكن الهداية اني ادلك على اللي ينفعك بمحبة ورفق. فالكتاب ده فيه هداية من ربنا لمين؟ لأي حد عايز الحماية. وعلى فكرة الإنسان دايما بيتحرك في الدنيا، الدافع الأكبر ليه أنه يحمي شيء معين. فاللي عايز يحمي نفسه من أن هو يبقى ضايع في الدنيا دي ويبقى تائه في الدنيا دي، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللي عايز يحمي العلاقة مع الله، اللي عايز يحمي نفسه من عذاب الآخرة، اللي عايز يحمي المجتمع من ان الناس تاكل في بعضها، يرجع للكتاب ده. فبدأ القرآن بهذه الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كمل مع بعض المرة اللي جاية إن شاء الله بقية الصفات الخمسة للمتقين. ولكن نهاركم أبيض وصباحكم كله خيرات، نشوفكم تاني إن شاء الله. سلام عليكم.